وزير الصحة والرياضة السويدي يلهب قلوب المعجبات. أرسل دكاش والتفاصيل. من وقت ما انتشرت صورته على مواقع التواصل الاجتماعي، حظي وزير الصحة والرياضة السويدي جابرييل ويكستروم بإعجاب فتيات الفيسبوك وتويتر بكتير من البلدان وخصوصاً تركيا ومصر. الفتيات تداولوا صورة الوزير الشاب يلي بيبلغ من العمر 29 سنة وتناولوا التعليقات اللطيفة النابعة من إعجابهم بوسامة الوزير. صحيفة راديكال التركية نشرت خبر تحت عنوان الوزير الوسيم الجذاب يشكر تركيا، تناولت فيه الشكر يلي قدمه الوزير لمتابعينه على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وقد وجه الوزير تدوينته باللغة التركية إلى متابعينه الأتراك وشكر فيها على متابعة صفحته، حيث كتب أهلا وسهلا بكل المتابعين من تركيا بشكركم، فيما لاقت هالتدوينة إعجاب ألاف المواطنين يلي ردوا عليه بكلمات شكر وامتنان باللغة التركية كمان.